بسم الله، اهلا بكم يا شباب في معرض سولار شو. طبعا سولار شو معرض ان شاء الله هيكون بكره الصبح يوم الاثنين 30/10 ويوم الثلاث 31/10 في الرياض. انا حبيت اشارككم الفيديو ده ان انا بعد ما انا سجلت المفروض هم بعتوا لي ايميل اكتيفيشن والكيو كود او الكيو ار كود اللي انا المفروض هبدا ادخل بيه. في ناس كتيره جدا هي وداخله بتقعد تسجل وتاخد وقت وبتبقى الدنيا زحمه، فانا حبيت اوري لك انا دخلت على الحساب بتاعي حطيت صورتي وانا مين وشغال فين. ده المفروض بنيته في التسجيل في الاول. هبدا اشوف هنا الدنيا، بص كده ظبطت في الموقع جدا، ادي الموقع وادي مين الاتند الحضور ومين السبيكرز والاكزيبيتور العارضين والاجنده والايفنت ان انت تقدر تعمل ماي ايفنت والبادج بتاعك، البادج بتاعك والبرودكتس والسيرفيسز والفرور بلان. تمام، ده مهم جدا، ده هينظم لي ان انا لما ادخل المعرض ما بقاش تايه كده وابقى عارف انا هعمل ايه وعايز اروح ازور مين وهعمل ده ازاي. اول حاجه لازم ابقى عارف اجيب البادج بتاعي ازاي. بدخل على ماي بادج بيطلع لي الكيو ار كود. تمام، الكود اللي انا المفروض هعمل له سكان عشان ادخل اصلا. في ناس بتاخد وقت كبير في ان هي تقعد في الساعات الاولى في الدخول والدنيا زحمه وريجستريشن ويطبع لك الورقه وتاخد الكارت، لا انت خد ده على الموبايل او على برنت على ورقه كده عشان يبقى عندك اي دي تقدر تدخل بيه دايركت. تمام، فانت اول حاجه تشوف البادج بتاعك وتعمل له سكان وتخليه عندك على الموبايل او تخليه عندك على المطبوع برنتد زي ما تحب. انت عرفت بنجيب من فين البادج عشان يبقى جاهز تدخل ايه بسهوله. النقطة الثانية اللي حابب اتكلم عنها دلوقتي، طبعا انت تقدر تشوف مين الاتنديز والحضور، فدي حتة جميلة جدا. انا اقدر اشوف حد من اصحابي بيحضر، اقدر اشوف مين الحضور، هقدر اشوف الناس دي مثلا موجودة في شركات معينة ممكن اقدم نفسي ليهم، اقدم المكتب بتاعي ليهم وهكذا. تمام، السبيكرز طبعا اتكلمنا قبل كده عن السبيكرز والناس اللي جاية دي ناس تقيلة جدا، والمفروض كل الناس تحاول ترتب هتستفيد من الناس ازاي. يعني انا مثلا ان شاء الله هقابل المهندس محمد العباسي، هقابل المهندس معتصم، هقابل ناس كتير ان شاء الله حبايبنا هناك سبيكرز موجودين. الاكزيبيتورز العارضين المفروض تقدر تشوف مين العارضين زي شركه شينت مثلا، اشوف كل الناس اللي بتعرض بتوع الواح الطاقه الشمسيه، جينكو سولار ومش عارف مين سولار وهكذا، وكل الناس بتوع الكابلات وكل الناس بتوع الانفرتر وكل الناس بتوع البطاريات وهكذا. دي الاجنده، تقدر تشوف الاجنده اليوم الاول ماشي ازاي واليوم الثاني ماشي ازاي والاوقات بتاعتهم بالترتيب. تمام، والماي ايفنت ان انت تقدر تظبط الايفنت بتاعك براحتك. هنا البادج، خلاص شفنا البادج بتاعك بيظهر ازاي، وده مهم جدا ان انت تطلع وتطبع البادج ده يكون معاك عشان تدخل بسهوله. والبرودكتس والسيرفيسز المفروض تشوف المنتجات اللي هم بيعرضوها والكلام ده وايه الخدمات. بعدين في حته مهمه جدا اللي هو الفلور بلان، ده ما بيخلصش غير قبل المعرض بايام يا اخوانا. ليه؟ بيوري لك شكل البوس، الحته بقى الناس بتبقى عارضه فيها دي. تمام، ومكانها فين. المفروض انت هتيجي كده اهو، والله انا ممكن اعمل سيف او اعمل لها برنت، عملت لها سيف. تمام، على اساس ان انا يبقى برضو معايا المخطط بتاع العارضين اماكنهم فين في اللي انا كنت منزلها اهي. تمام، اوكي حفظت خلاص. وبعدين بروح عشان ما بقاش تايه كده في المعرض. انا مثلا سي عايز اروح شركه معينه، عايز اروح شركه اي دي اف مثلا، فانا اقدر ادور هنا والله فين شركه اي دي اف. تمام، على اساس ان انا ابقى عارف المداخل والمخارج والدنيا ماشيه ازاي. تمام، فانا مثلا همشي اهو اهو. اولا لازم نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا، المعرض ده يا اخوانا هنا المعرض نفسه في الجزء بتاع الليجند هنا تحت، الاماكن مش عارف المحجوزه والاماكن اللي مش محجوزه والناس بتوع الميديا والناس المخازن فين الاستورج وهكذا، كل واحده ليها لون. وبعد كده في عندي اربع بوابات، يعني انت لو بصيت كده كله متقفل من كل الاتجاهات،
مفيش غير عندك 4 ابواب رئيسيين، الباب الاول الثاني الثالث الرابع الانترنس. تمام، في عندي 4 مين انترنس، 4 مين انترنس. لو انا بصيت هلاقي طبعا معظم الناس اللي هم المين اللي هم العرضيين الرئيسيين بياخدوا كده الحاجات اللي عند المداخل الرئيسيه، مثلا زي احنا لما شفنا كابلات الرياض اللي هي تعتبر تايتل سبونسر، فهم حاطين كابلات الرياض. شايف كده تدخل تلاقي كابلات الرياض مثلا على المدخل الرئيسي. هتيجي هنا هتلاقي مثلا شركه يانجلي سولر. تمام، هتيجي هنا في المدخل ده هتلاقي السويدي على اليسار وجينكو جده كيبل. هتلاقي بعد مثلا السويدي هنا هتلاقي شركه لونجي. تمام، فانت هتبدا تمشي مع الشركات، انجي سولر الشركه الفرنسيه طبعا معروفه. تمام، فانا اقدر ادخل من خلال المخطط وابقى عارف الناس عارضين في انهي بوس واروح على الرقم. طبعا هنا كل بوس ليه رقم، يعني هنا مثلا مقسمينهم هم ازاي A B C D، يعني مثلا ده كل ده سي 10 سي 20 سي 30، هنا مثلا دي 10 دي 20 دي 30. تمام، وهكذا. الاي مثلا همشي كده اهو الاي لحد اي 50، هنا لحد مثلا عربي القدرة العربية اهو موجودة في اف 40. تمام، العجيمي في اف 10. تمام، الرياض كيبل في جي 10. تمام، بحرة. تمام، جي اي سولر ان شاء الله نائب المهندس خالد جي اي سولر. تمام، هواوي، الشباب بتوع اس ام اي الانفرتر. تمام، فانت وماشي كده جروات المفروض تبقى انت معاك الخريطة دي عشان ما تقعدش تلف وخلاص. في ناس بشوفها في المعارض بيقعد يلف، انجي مثلا، خلاص ادينا شفنا انجي سولر. تمام، وهكذا تقدر انت تمشي بقى واحدة واحدة لحد ما تشوف. المفروض هنا سولار ارابيك هما ماسكين السوشيال ميديا او الميديا زون اهو سولار ارابيك. ان شاء الله نسلم على المهندس منيف بكره باذن الله تعالى في سولار ارابيك. فانت هتلاقي كل حبايبك واصحابك في المعرض، وتقدر ان شاء الله تعالى تستفيد من المعرض ده اكبر استفاده. واشوفكم ان شاء الله الصبح في المعرض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.